اليوم وصل مبلغ أكثر من 60 تريليون دينار البنك المركزي يطلب وزارة المالية ولم تسدد نتيجة خصم حوالات الخزينة، وهذا سبب الهيمنة المالية النفطية اللي يفرضها النظام الريعي بالعراق. ممكن تحكي لي على 60 تريليون؟ نعم. ليش وزارة المالية ما سددت؟ ما سددت لأنه أكو تخادم ما بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي بالموازنة العامة، وهي اللي مسيطرة على. هي مال شنو؟ هاي 60 تريليون. الستين تريليون بدأت هذه الديون. احنا من 2003 كان الديون العراقية 5 مليار دولار او 5 تريليون فقط. 5 تريليون هي ديون ما قبل 2003 على المصارف العراقية، وتم تسديدها شيئا فشيئا. لكن بعد الصدمة المزدوجة اللي اطلقت عليها الصدمة النفطية العسكرية اللي تمثلت بتنظيم داعش الإرهابي وانخفاض أسعار النفط عام 2014، بدأت التحول بقضية الدين الداخلي، استخدام أداة الدين الداخلي من قبل وزارة المالية، وبعد ذلك تضخم هذا الموضوع. ما أود قوله في هذا المجال في قضية الـ 13 مصرف اللي اليوم البنك المركزي يسعى لدخولها بعملات أخرى، وباعتقادي أنه يجب أن تكون هنالك عنصر تسوية ما بين الدينار العراقي وهذه العملات. ما هي الوسيلة التي ستقيم؟ حتى أفهم يعني شنو عنصر تسوية. هو أنا جايب هذا الموضوع، ما هي الأداة الأساسية لتقييم العملات العالمية وكذلك العملة المحلية؟ الدولار. أيضا رجعنا إلى مسألة الدولار، من أين يأتي البنك المركزي العراقي بعملة الهندية والعملة الأردن عفوا الإماراتية وكذلك اليوان الصيني وكذلك اليورو؟ نترك الدولار هذه سلة ونتعامل باليورو. اليورو عملة دولية. جيد نتعامل به، لكن احنا اليوم وزارة المالية هي مالكة للنفط العراقي، والنفط العراقي يصدر عن طريق الإجراءات الدولية، يعني ليس بمعزل عن الإجراءات الدولية، عن طريق منظمة أوبك وهنالك حصص وغيرها، ولدينا حساب موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ويباع بالدولار حصرا. يعني أكثر الأحيان نبيع النفط العراقي بالدولار لأهمية الدولار العالمي ويعني لسيادته بالاقتصاد العالمي حاليا. اليوم البنك المركزي بهذه الحالة سيحتاج إلى عنصر لتسوية هذه العملات أو يبيع النفط بالعملات الأخرى، وتلك العملات معرضة إلى الانخفاض طبعا، لذلك سيتم الرجوع مرة أخرى إلى الدولار.